رجعنا لكم تاني. كلمة عنده مرض في القلب أو عنده مشكلة في القلب، كلمة ليها وقع صادم جدا على السمع، خصوصا لما يكون طفل. بتلاقي الأهل دخلوا في مرحلة صدمة وذهول وأحيانا اكتئاب إن الطفل ده اتشخص إنه عنده مشكلة في قلبه. بس حقيقة الموضوع بقى مش مفزع قوي بعد وجود القسطرة التداخلية وتطور علم القسطرة، وخصوصا برضه وجود أطباء قلب بايونيرز أو من الطلائع في موضوع القسطرة زي ضيفتنا النهارده. ضيفتنا النهارده من الأسماء اللي بدأت تتردد كتير جدا في موضوع تطور القسطرة التداخلية وحل كثيرا من مشاكل القلب عند الأطفال اللي كانت زمان بنلجأ لها بالجراحة أو الأوبن هارت زي ما بنسمع كده. ضيفتي وضيفتكم النهارده الدكتوره اميره نور الدين، مدرس واستشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه واستشاري القسطره التداخليه وعيوب قلب الاطفال الخلقيه بكليه الطب جامعه عين شمس. نوران. اهلا بك يا دكتور امير، يسعدني ان انا ابقى معاك النهارده في البرنامج على قناه الصحه والجمال، وبرحب بالساده المشاهدين. خلينا نتكلم في ان شاء البدايه. الله ما فيش فزع ولا حاجه. خلينا نتكلم في البدايه كده، امتى الاب والام يشكوا ان الطفل ده عنده فعلا مشكله في قلبه ويروح للدكتور المتخصص؟ تمام، سؤال حضرتك مهم جدا، هنحاول نشرحه بشكل مبسط لكثير من الاباء والامهات عشان الموضوع دوت بيقلقهم. في البدايه لو الام لاحظت ان الطفل عنده مشكله في الرضاعه، بمعنى ان هو ما بيقدرش يرضع اكتر من 3 ل 5 دقائق متواصله، او في نهجان اثناء الرضاعه، او ان الام لاحظت ان الطفل ما بيزيدش الزياده اللي المفروض يزيدها في الوزن، او ان لاحظت ان في تاخر في المهارات الجسديه او الحركيه اللي هو مفروض يكتسبها، او ان الطفل في المرحله الاولى من العمر بيجيله ادوار التهاب رئوي متكرره بتستدعي ان هو يدخل الرعايه. ده في السن المبكر. ممكن في سن اكبر شويه من سن 4 ل 5 سنين ان الام تلاحظ ان الطفل ما بيقدرش يعمل مجهود زي اقرانه او زي اخواته، ان حست ان في اضطراب او تسارع في ضربات القلب، بينهج بس بينهج كتير، او في نهجان او في ضيق في النفس. كل دي بنعتبرها اعراض تستدعي ان الام او الاب يروحوا لطبيب متخصص. في حاجة تانية مهمة جدا، ان كتير من الاباء والامهات بيجوا يشتكوا او بيقولوا لي ان احنا ابننا بيزرق، فنحب ان نوضح مفهوم الزرقة او الزرقان اللي بيحصل عند الاطفال. في نوعين، في الزرقة اللي بتحصل في الشفايف او في الاغشية المخاطية او في اللسان، ودي بنسميها السنترال ساينوزس، ودي بنسبة 90% بيبقى فيه مشكلة في القلب او عيب خلقي في القلب. لكن البريفرال ساينوزس اللي هي الزرقة اللي بتحصل في الاطراف، دي بنشوفها في الاطفال حديثي الولاده، ودي بتعتبر حاجه طبيعيه لحد ما تنمو الدوره الدمويه للاطفال. عشان كده كل الاباء والامهات من الافضل ان هم يتابعوا طفلهم في اول سنه من العمر عند طبيب اطفال، عشان تقدر تلاحظ الزياده في الوزن، هل في زياده في الوزن متفقه مع الزياده في السن ولا لا. الطبيب ممكن يسمع لغط على القلب، وبالتالي هيخلي الام تتوجه ليه طبيب قلب متخصص. المتابعة دي مهمة جدا. حابة برضو أأكد على الآباء والأمهات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المفروض إن احنا من سن مبكرة جدا بنتمحهم عند الطبيب، ونفضل إن طبيب قلب أطفال يشوفهم، وساعات بيطلب فحص موجات صوتية، لأن نسبة عيوب القلب الخلقية بتبقى أعلى شوية في الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. حاجة كمان أحب أقولها، في كتير من جزء من هذه الأمراض ما بيبقاش فيه أعراض في الفترة الأولانية من العمر، اللي هي بنسميها أسيمتوماتيك، أشهرها مرض ثقب ما بين الأذينين.
فبيجي المريض في سن 20 او 30 او 40 سنه بيكتشف ان هو عنده المشكله دي او ان الثقب، واحنا بنقول له ان ده عيب خلقي، فبيستغرب ازاي ان مفيش اعراض كانت موجوده في الفتره اللي فاتت دي. فبنقول ان في بعض الامراض بتبقى اسمبتوماتيك غير مصاحب ليها حدوث اعراض الا في سن متاخر. طيب في مشاكل تانية غير مشاكل القلب الخلقيه؟ يعني الطفل يبقى مولود كويس جدا وقلبه كويس، ومثلا في مشكله معينه تسبب تمام. أمراض القلب عند الأطفال في منها أقسام تانية أو في منها كاتيجوريز تانية، أشهرها في مصر أمراض الحمى الروماتيزمية. أمراض الحمى الروماتيزمية ديت بتأثر على صمامات القلب، لكن للأسف برضو بتشخص ب أو هي أوفر دايجنوزد على أساس يعني تقريبا في أطفال كتير بتاخد الحقنة بنسلين ممتد المفعول ظلما وعدوانا. تمام، بتاخد حقنة البنسلين. احنا عشان نقدر نوصل للتشخيص المظبوط ان الطفل عنده حمى روماتيزمية أو كان بيعاني منها، لازم مجموعة كريتيريا معينة مع بعض، إذا اكتملت يبقى الطفل دوت عنده حمى روماتيزمية ويستوجب ان احنا ناخد الحقنة. يعني أشهر حاجة ان الطفل يشتكي ان مفاصله بتورم وتوجعه وتسخن، او ان في مصاحب مع القصه ديت في نهجان او في الام بالصدر تبقى موجوده، زائد ان في بعض الاعراض الاقل شويه ممكن يبقى في طفح جلدي، ممكن يبقى في اعراض عصبيه. فكل هذه الاعراض زائد التحليل مش بس تحليل الخاص بالحمى الروماتيزميه، لازم يكون هو التحليل متزايد او بنسميه رايزنج تتر، زائد تحليل سرعه الترسيب، كل دي بتكمل لنا الصوره الطفل دوت عنده حمى روماتيزميه ولا لا. بنحب ان احنا نعمل لهم موجات صوتيه عشان نطمن ان ما فيش اصابه للقلب، لان دي هتفرق في فترة اللي هياخد فيها حقنة البنسلين. لو هي بس روماتيك فيفر دون حدوث إصابة للقلب بياخدها لمدة 5 سنين، لو حصل إصابة لا قدر الله لأحد الصمامات بياخدها لمدة 10 سنين أو حتى لما يعدي 25 سنة. للأسف احنا برضو في مصر في أطفال كتير أو أطباء مش متخصصين، هو مجرد طفل يجيله لوز ولو مثلا السي ار بي عالي اللي هو طبيعي يبقى عالي في الفترة دي يبدأوا في حقنة السي ار بي والتحليل اللي هو الأنتي ستريبتولايسن أوتيترا الخاص بالحمى الروماتيزمية ممكن يعلى في الأطفال لو عنده دور برد أو عنده بس حتى فارنجيتس أو التهاب في الحلق بسيط، ممكن نلاقي التحليل عالي. فعشان كده احنا بنقول إن هي مجموعة كرايتيريا مع بعض لازم نحطها عشان نقدر نشخص. عايزه في جزء تاني من امراض القلب عند الاطفال زي الامراض اللي بتصيب عضله القلب او بتعمل ضعف وتضخم في عضله القلب، ودي اسبابها ممكن تكون اسباب وراثيه او لخبطه في الميتابوليزم بتاعه الجسم، ممكن ما يبقاش في سبب، ودي بتمشي بالعلاج الدوائي غير موضوعنا اللي هو عيوب القلب الخلقيه للاطفال. تمام. ايه طرق التشخيص والحاجات الجديده في مجال الامراض؟ طيب قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك دوت، احب بس اعرف ايه هي انواع عيوب القلب الخلقيه عند الاطفال. احنا عندنا نوعين كبار، هي الامراض الغير مصاحب ليها زرقه او الامراض المصاحب ليها الزرقه، زي ما انا قلت معاها سنترال ساينوزز او اللي هي اساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز او ساينوتيك كونجنتال هارت ديزيز. الأمراض الغير مصاحب ليها زرقة أشهرها أمراض ثقوب القلب. عشان نبسط الفكرة للسادة المشاهدين، إحنا القلب عندنا بيتكون من 4 حجرات فيما بينهم جدارين، جدار ما بين الأذينين وجدار ما بين البطينين. عدم اكتمال جزء من الجدار دوت بيعمل الثقب، فيتكون عندي يا إما ثقب ما بين الأذينين أو ما بين البطينين، أو ممكن يكون الطفل بيجمع بين الاتنين في نفس الوقت. دي أمراض الثقوب. أو الوصلة الشريانية، الوصلة الشريانية دي بتبقى موجودة عند الأجنة لأنها ضرورية لسير الدورة الدموية عند الأطفال، والمفروض إن الطفل لما بيتولد وبيتعرض للأكسجين الوصلة الشريانية بتقفل. لو ما قفلتش أو فضلت وكانت كبيرة أو عاملة مشكلة، ساعتها يعني هنقول إن احنا ممكن نقفلها إزاي أو نعالجها إزاي. جزء تاني من أمراض عيوب القلب الخلقية اللي غير مصاحب ليها الزرقة،
هي امراض الصمامات، اشهرها ضيق الصمام الرئوي، ضيق شديد بالصمام الرئوي او الصمام الاورطي او ضيق الشرايين الرئيسيه زي ضيق الشريان الاورطي او الشرايين الرئويه الطرفيه. الجزء المصاحب للزرقه دي الامراض يعني هي اقل انتشارا الحمد لله، بس عاده بتبقى اصعب شويه في العلاج. اشهرها مرض رباعي فالوت، ومرض رباعي فالوت كتير برضو من الاباء بيتساءل عليه، ان الولد بيبقى فيه زرقان في الاول شهور ليه من العمر، وفي بعض الاولاد بيجي لهم نوبات زرقان متكرره، لكن المرض دلوقتي زي ما هنتكلم بعد كده عن طرق العلاج ليه. تاني مرض ياتي بعديه على طول هو مرض اختلاف شرايين القلب، وبرضو المرض دوت بقى فيه تطور كبير جدا في العلاج بتاعه. في امراض كتير قوي تقع تحت امراض العيوب الخلقيه للقلب المصاحب ليها زرقه، يعني هنتكلم عنها بعدين او ليها تفاصيل تانية. طيب تمام. احنا دلوقتي سمعنا ان القسطره بدات تحتل جزء كبير بدل انا ما جاوبتش على سؤال حضرتك الاولاني. طرق التشخيص. طرق التشخيص زي ما احنا قلنا ان الاب والام هيتوجه لاقرب طبيب قلب متخصص، وبالتالي عاده الطبيب بيقوم بالكشف على الطفل، وممكن يحتاج ان احنا نعمل له فحص الموجات الصوتيه اللي هو اسهل او اكثر طرق الفحص انتشارا، الايكو اللي هي الموجات فوق الصوتيه، وبنسبه 99% احنا بنقدر نشخص الطفل، لكن ساعات بنحتاج ان احنا نعمل فحوصات ثانيه اكثر تقدما، ان احنا ممكن نعمل ايكو بالمنظار او ممكن نعمل موجات صوتيه ثلاثيه الابعاد، او الفحص اللي احنا بنعتمد عليه برضو في كثير من الحالات بتاعتنا قبل العمليات او قبل القسطره، الاشعه المقطعيه متعدده المقاطع، ومؤخرا فحص الرنين على القلب اللي بيساعدنا في الاخر ان احنا نوصل لافضل قرار لاتخاذ العلاج المناسب للطفل، سواء عن طريق القسطره او عن طريق الجراحه. ايه اللي بيفرق ما بين القسطره، يعني امتى اقول ده الطفل داخل القسطره او داخل جراحه قلب مفتوح؟ تمام، ده سؤال مهم جدا. الاول العلاج عموما بينقسم في الطب لعلاج دوائي او علاج تدخلي عن طريق القسطره او علاج جراحي، وممكن ندمج ما بين حاجتين مفيش مشكله. بالنسبه للقسطره القلبيه، ان احنا بنقوم بعمل القسطره دون الحاجه الى الفتح الجراحي خالص، والقسطره القلبيه بتساعدنا ان احنا نعالج كثير من هذه الامراض، اشهرها مرض ثقب ما بين الاذينين. اقدر اقول لحضرتك ان من 80 ل 85% من الحالات ثقب ما بين الاذينين بنقدر نقفلها عن طريق القسطره. بيساعدنا على كده ان بقى في تقدم في الاجهزه اللي بنقدر نقفل بيها الثقوب، بقت اجهزه متقدمه جدا ذات تكنولوجيا عاليه جدا باحجام مختلفه بنقدر نستخدمها في اعمار مختلفه. نفس الكلام بالنسبه لثقب ما بين البطينين، دلوقتي كان بنلجا للجراحه كحل اول، زمان كان موضوع رعب، بنلجا للجراحه كحل اول، دلوقتي في حال يعني ممكن نقول جزء كبير منها بنقدر نقفله عن طريق القسطره في اعمار مبكره كمان واوزان قليله. ونفس الكلام بالنسبه للوصله الشريانيه، اقدر اقول لحضرتك ان 98% من الحالات بنقدر نقفلها عن طريق القسطره. القسطره كمان دورها مهم جدا في حالات ضيق الصمامات، ان احنا بنقدر نعمل توسيع للصمام دوت بالبالونه، اشهرها ضيق الصمام الرئوي اللي بنشوفه في كتير من الاطفال. القسطره بتسجل نجاح جامد جدا، وبتبقى تعتبر حل نهائي لهؤلاء الاطفال عن طريق ان احنا بنوسعه بالبالون. او الصمام الاورطي بيبقى حل مؤقت لحين ان الطفل يكبر ويقدر يعمل العمليه، او في بعض حالات ضيق الشريان الاورطي ممكن نعمل دعامه، بس دوت بيبقى في سن اكبر شويه فوق 12 او 14 سنه. ساعات القسطره كمان بتبقى منقذه لحياه الطفل، بنسميها اللايف سيفنج بروسيجر. بعض الاطفال اللي بيتولدوا بزرقه شديده، ضمور في الشريان الرئوي، وان هو معتمد تماما على الوصله الشريانيه، بنعمل دعامه في الوصله دي بنسميها بي دي اي ستنتنج، نقدر ندي الطفل وقت لحد ما يقدر يعمل العمليه. بتبقى زي طوارئ كده، يعني تدخل سريع. لايف سيفنج بروسيجر بنقدر نعملها للطفل، تدخل سريع، القسطره ما بتاخدش وقت لحد ما يقدر
الطفل ان هو وزنه يزيد شويه او يقدر يعمل العمليه. طب يعني في دقيقتين كده عايزين نشرح للناس يعني القسطره وايه فكرتها اصلا. تمام. طيب هنحاول ان كتير برضو من الناس بتبقى مش فاهمه قوي موضوع القسطره. القسطره زي ما قلت احنا مش بنبقى في حاجه ان احنا نعمل شق جراحي سواء من قدام او من الخلف، احنا بنعمل فتحه صغيره جدا لا تتعدى السنتي في الفخذ، من خلالها بنقدر نخش على الشريان الفخذي او الوريد الفخذي. بندخل زي مجرى او بورت بنسميه شيس، من خلال الشيس دوت بنقدر ندخل الادوات بتاعتنا سواء كانت قساطر او بالونات او الاجهزه اللي احنا بنقفل بيها او بنسميها السدادات. طبعا الاجهزه او السدادات زي ما قلت لحضرتك فيها تكنولوجيا عاليه جدا ان هي بتبقى سهله الطي، فبنقدر ندخلها في الشيس او الفتحه الصغيره جدا ونوصل بيها للقلب ونقدر نقفل بيها بدون الحاجه الى فتحه خالص، ونقدر نقفل بيها الثقب اثناء القسطره. طبعا مهم جدا ان الطفل بياخد ادويه السيوله اللي هي الهبرين او الكالهبرين عشان ما يحصلش اي تجلطات او كده اثناء القسطره. حابه اكد على حاجه كمان، حضرتك سالتني على ان بعض الاطفال او معظم اطفال عيوب القلب الخلقيه، مهم جدا ان احنا نحافظ عليهم ان يجي لهم التهابات في الصمامات او بيحصل بكتيريا في الدم، فمهم ان احنا ناكد على قصه الوقايه من التهابات الصمامات اللي هي بنسميها البروفلاكسز اجينست انفكتيف اندوكاردايتس. فسواء الطفل عمل العمليه او في المتابعه او عمل القسطره، مهم ان احنا يكون ماشي على المضاد الحيوي بياخده قبل ما يعمل اي بروسيجر. مهم جدا ان هو يحافظ على نظافه اسنانه لو في سن اكبر شويه، فدي مهمه جدا لان امراض التهابات الصمامات لو حصلت في الاطفال دي بتبقى مشكله جامده جدا. كلام مهم جدا، وصراحه يعني اضاءت لنا نقط كبيره جدا في الموضوع ده انا نفسي ما كنتش فاهمها. في النهايه بشكر دكتوره اميره نور الدين اللي منورانا ونورت البرنامج على المعلومات العظيمه دي، وزي ما قلت لكم هي الاسم الاكثر ترددا دلوقتي في مجال القسطره التداخليه. بشكركم على المتابعة، وإن شاء الله الحلقة الجاية فقرة جديدة وضيف جديد برنامج أنت الطبيبة. شكراً.